النقاط ثلاثة مهمة جدا في الدربي، ترفع من المعنويات. ساقط الكرة داخل منطقة العملية، خروج بوكاش أو زيماموش، الخطأ الخطأ موجود للحارس الثورة، وضع التسلل. وها هي الأجواء من صنع أنصار المولودية، زيماموش يطلب المساعدة، يطلب العلاج. كنا سنفتقد لهذه الأجواء الرائعة والجميلة لو لعبت المباراة فوق ملعب حمادي. لا يمكن أن نشاهد مثل هذه الأشياء إلا في الأرجنتين أو البرازيل. هذا هو الدربي الكبير، القمة العاصمية، الكلاسيكو الأول للكرة الجزائرية بين المولودية والاتحاد. جمال 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 جمال. نعم وسيلة. نعم في الحقيقة أنا راك تتمتع بهذه الصور الجميلة. نعم تماما، ككل جزائريين وكل متتبع اليوم البرامج على قناة التلفزيون الجزائري. لكن كما قلت أنه فيه تغيير حتما، والتغيير راح يكون الآن هو دخول لاعب سايح وخروج خروج غازي، كريم غازي. نعم سايح هو مهاجم وغازي وسط ميدان. طبعا انسحبت للحظات قليلة فقط وسيلة حتى استمتع بالصور التي كانت تصل حية ومباشرة من ملعب خمسة جويليا. إن شاء الله ما زالت أيام جميلة وحنعيش مع كرة القدم الجزائرية ونشوفوا أفراح ونشوفوا صور أجمل من هذه تاع اليوم. تماما، وهذا طبعا بالقرار الصائب الذي قرر أن تلعب المباراة فوق ملعب خمسة جويليا. سايح من المهاجم السابق لمولودية المخادمة يلتحق بمولودية الجزائر وهو مهاجم، ويقال عنه بأنه يملك إمكانيات وهداف أيضا. سايح هل سيعدل النتيجة أو سيأتي بالمطلوب لما يريده كيغار ويريده أنصار المولودية؟ التغيير هذا، مولودية الجزائر راح تمد كل ما في وسعها في الهجوم بأربع مهاجمين. في لما هذا أربع مهاجمين لازم لهم كرات، والكرات لازم تجيهم من وسط الميدان وتجيهم على الأجنحة. هو ايضا مشتاق سايح الى الشباك ربما، ولكن لحد الان النتيجه متواصله، لم تتغير واحد مقابل لا شيء للاتحاد منذ الدقيقه 13. رمي التماس للمولوديه، ماذا هناك؟ اعاده رمية التماس. الحكم راه يراقب كل مره، يراقب رمي التماس. يعني كوربيس يعني حتى هو تدخل، يعني الأمر غريب اليوم مع رميات التماس.